ما كان حديثا مفترى للألمان، نحن في دور 16، لم تبقى مساحة في الوجه لإضافة ألوان. جميلات ألمانيا حاضرات ورموز العصور الوسطى كانوا هناك. بعد السلام والكلام تابع بلتر حضور يواكيم لوف الجائع للفوز وصرامات كابيلو السعي لإنجاز. مانويل نونير حارس ألمانيا لم يفكر كثيرا، استغل اندفاع الخصم وأرسل كرة طويلة تجاه مرمى إنجلترا من الحارس إلى الحارس. وصلت المقاتل الألماني كروز الذي تخلص من هم وهموم المدافع ماتيو إبسون، صوبها كلوزا على يسار ديفيد جيمس، وضع قبضة وأزاحت ذات العينان الخضراوان الستار، فأباح يواكيم لوف عما يدور بخلده من أفراح. ردت إنجلترا باسم جارث باري بأحضان ألمانيا. تدخل بوجنسكي من الجهة اليسرى، أهدى توماس مولر كرة على طبق من فضة الذي حولها على طبق من ذهب، هدفا ثاني للألمان من بين قدمي الحارس الإنجليزي. رد الإنجليز بسرعة كرة مرفوعة من جيرار، ارتقى ماتيو إبسون وبرأسه وضع كرة من بين يدي الحارس الألماني. عادت الروح لإنجلترا، فصوب فرانك لامبرت قذيفة تجاوزت خط المرمى بعدما ارتطمت بالعارضة، هدفا غاب عن أنظار الحكم الأوروغواياني خورخي، فغضب الرجل الصامت واستغرب لامبرت. العالم شاهد كرة رجل واحد بيده قرار احتسابها هدف. حيا ديفيد بيكام أداء زملائه وجميلات إنجلترا ترب. هكذا بدأ فعلا كأس العالم. الشوط الثاني فرانك لامبرت قذيفة بسرعة 90 كيلومترا بالساعة لم تصدها سوى العارضة الألمانية، تحسر عليها لامبرت كثيرا. مرتدة ألمانية حاور وناور شفاينشتايجر، مررها لتوماس مولر لم يفكر، بيمينه قذيفة رغم أنف ديفيد جيمس الذي خشي على وجهه، دخلت الزاوية الميتة. مرتدة أخرى من الجهة اليسرى عرضية، مسعود أوزيل التركي الأصل بشماله، بيمينه توماس مولر في شباك ديفيد جيمس. النصر لألمانيا، بيكام يعيش في أوهام، 4 أهداف موجعة. الألمان أنهوا الأحزان جدارة واستحقاق أداء، وإنجلترا تذهب أحلامها هباء. باي باي لندن، مبروك، حظا أوفر، كابيلو لن ترونه مرة أخرى هنا. لطف الزعبي، العربية.